جديد في فير بلاي، نحكيه على السي اس اس. اخر التطورات في الفريق اليوم، تم الاعلان الرسمي على تعيين سيليناس الايطالي جيفاني سيليناس كمدرب جديد للفريق. باش ناخذ وقت في التفاصيل على الاخبار هذا وكذلك جديد في السي اس اس من عند مراسلنا في صفاقس أصفار البوجناح. فاضل اهلا بك. مرحبا بك اسلام، مرحبا بالساده المستمعين. ايه فاضل، لو كنت اكدنا دونك اليوم انتهى المسلسل نقوله مع سيناس تقريبا طويل شويه الموضوع، حتى فما كلام خرج انه الصفقه قد تفشل. على كل علاش طويل شويه الحكايه؟ بون اسلام، كنا تحدثنا احنا كان نرجع للمسلسل منذ البدايات نتاعو عن انه الاتصالات نتاع النادي الصفاقسي انطلقت مع مدرب الصربي ارسوف، المدرب السابق نتاع اهلي بنغازي الليبي، وبعد وقت اللي معناها تقريب الاتصالات كانت ماشيه في طريق مسدود، دور النادي الصفاقسي نذكره معناها الوجهه نتاعو المدرسه الفرنسيه، وكان المدرب نتاع شبيب الاقبال دينيس لافاني هو الوجهه معناها الثانيه نتاع النادي الصفاقسي، وفي الاخر كانوا ثم بعد وقت اللي ما تساهلش ربي في الزيجه مع الفرنسي، كان ثم اتصالات مع مدرب برتغالي المدرب الايطالي هذايا المدرب جوفاني سالينات، وباتصالنا وقتها بالمصادر مطلعه من معناها من وسط الفريق اكدوا لنا انه الزيجه تقريبا باش تكون معناها رسميه مع المدرب الايطالي، خاصه انه ثم اتفاق حول المسائل الماليه، والمعناها المدرب هذا كان اعرب على استعداده لتدريب الفريق، خاصه انه نادي الصفاقسي باش يخوض منافسه افريقيه اللي هي منافسه كاس الكونفدراليه بعد احرازه على كاس تونس ضد النادي الافريقي. دونك كما قلت لك اسلام، الزيجه انتهت اليوم، اليوم وقع الاعلان رسميا على التعاقد مع الفني هذا اللي كان وصل لتونس يوم الاربعاء الفارط، وتحول من يوم تقريب يوم الخميس تحول لعين دراهم، وين اشرف على مش اشرف لكن كان يتابع عن قرب استعدادات النادي الصفاقسي، وكان حتى تابع المباراه الوديه اللي خاضها النادي الرياضي الصفاقسي ضد فريق اهلي جده السعودي اللي كان اختار فيها النادي الصفاقسي بهدف لصفر، وبعد تالي رجع سالينات للصفاقس. في الصفاقس هو حاليا موجود المدرب هذايا، وجاب معاه موعد بدني من ايطاليا، دونك باش يكون الاطار الفني للفريق بإشرافه هو المدرب سالينات، ومعه معد بدني أول اللي هو إيطالي نفس الجنسية معه، ومعه محمد أمين بوزيد المعد البدني الثاني، وزوج مساعدين أبناء النادي الصفاقسي اللي هما كريم النفطي وهيكل الجمامدي ومدرب الحراس، نعرف الناس كله أنه وقع الاتفاق معه سابقا المصري طارق عبد العليم. دونك المدرب كما قلت لك اسلام متواجد حاليا في الصفاقس، وباش يبدا التحضيرات نتاعو رسميا مع الفريق يوم السبت 31 جويليا باش تكون اول حصه تدريبيه يشرف عليها المدرب هذا، رغم اللي هو حاليا نجم نقولوا انه التدريبات تصير بالبرامج اللي خلاها المدرب سالينات اسلام، هو تقريب اجتماعات يوميه مع الاطار الفني معناها المساعد اللي هما يشرفوا حاليا على التحضيرات نتاع الفريق الثاني، نجم نقولوا هيكل الجمامديه، خاصه هيكل الجمامديه وكريم النفطي، لكن يوم السبت سالينات باش تكون له اول حصه تدريبيه مع الفريق، وهذا وغدوه الحي معناها اليوم ويوم الخميس باش تكون ندوه صحفيه لتقديم المدرب هذا في مركب النادي اسلام. مع بقيه ستاف باش يكون معاه ولا فقط هو باش يكون؟ حاليا الا هو معناها باش يكون متواجد، ينجم يكون معاه معناها انا المعلومات اللي عندنا حاليا تاكد اللي هو باش يكون مع المدير الرياضي للفريق غازي الغرايري، باش يكونوا هما متواجدين في الـ في الـ في الندوه الصحفيه اسلام. اذا كان نحكيوا على التحضيرات اسلام نتاع الفريق، كما قلت لك التمارين قاعده جاريه، نعرفوا ان النادي الصفاقسي حاليا التمارين نتاعو مقتصره على لاعبي الفريق الثاني، نتذكروا الناس كله انه اللاعبين كانوا رفضوا معناها الانطلاق في التحضيرات مع النادي الصفاقسي وقت ومعناه وقت اللي تم الاعلان عن عوده الفريق للاستعدادات، اللاعبي الفريق الاول معناها يطالبوا بالجرايات نتاعهم ويطالبوا بالمستحقات نتاعهم قبل ما يلتحقوا بالفريق. نهار السبت باش يخرج النادي الصفاقسي بلاغ باش يدعو فيه الملاعبيه نتاعو، خاصة لاعبي الفريق الأول باش يلتحقوا يوم السبت بالمجموعة، والبلاغ هذا باش يوقع معناها إرساله لجميع اللاعبين نتاع الفريق الأول اللي ما التحقوش، دونك كما قلت لك نهار السبت باش تشهد العودة نتاع اللاعبية هذوما نتاع الفريق الأول اللي كانوا ما مشاوش لطرابلس عين دراهم إسلام. فاضل، هم ما التحقوش على خاطر المستحقات المالية، تم تسوية الموضوع هذا وإلا لا؟ ما فما حتى اخبار حاليا اسلام انه فما معناها تسويه ولا ما فماش تسويه، لكن اللي سمعنا به انه فما معناها كيما نقولوا شهريه
ولا معناها بعض المستحقات باش يحضروها باش يعطيوها للاعبيه هذوما، لكن في انتظار نهار السبت نجمو نعرفوا معناها الاخبار اسلام. دونك تقريبا الناس كل باش تستنى نهار السبت باش تشوف مدى التزام الملاعبيه معناها بالقرار اللي اخذته الاداره الفنيه للفريق، وهو العوده للتمارين يوم 31 جويلة كما قلت لك المقابل اليوم السبت اسلام. بالنسبه للاستعدادات اسلام كما قلت لك باش تكون معناها متواصله في الساقس، الاستعدادات هذه باش تكون تحفظ حفاظ تمارين يوميه، ويوم الاربعاء القادم باش تكون هناك مباراه وديه اسلام تجمع النادي الساقسي بفريق مستقبل الرجيش. المباراه هذه باش تدور في الساقس، والنادي الساقسي باش يلعب المباراه هذه بالملاعبيه اللي كانوا تحولوا لعين درام، معناها ملاعبيه الفريق الثاني، الملاعبيه هذوما هما اللي باش يخوضوا اللقاء. نعرفوا انه ثم نقص بدني رغم اللي بعض الملاعبيه نتاع الفريق الاول كان معناها يتدربوا معناها بصفه فرديه، لكن ما مش باش يكونوا متواجدين اذا كان التحقوا طبعا بالفريق في التمرينات، ما مش باش يكونوا متواجدين في المباراه الوديه نهار الاربعاء ضد مستقبل الرجيش اسلام. موضوع تجديد العقود فيه جديد؟ مازال اسلام مازالش معنا ما فما حتى تقريبا فما حتى تجديد عقد في الانتظار. اللاعبيه اللي في الانتظار باش يجددوا لهم العقود نتاعهم حتى قالوا لي مازال ما جددش. لا هذا معناه ما عندناش خبر اللي هو جدد محمد الهادي قالوا وعلى دين غرام تقريبا هذا مزوز ملاعبيه اللي باش يتصل بهم ولا اللي يتصل بهم النادي الرياضي الساقسي من اجل تجديد العقود نتاعهم مع الفريق اسلام. الاخبار اللي خرج فاضل بخصوص منع رئيس النادي منصف خميخه من السفر، وين وصل الموضوع خاصه نعرفوا تقريبا تم منع كل رؤساء النوادي في تونس؟ بالفعل اسلام الموضوع هذا اخذ معناها اكثر من الحجم نتاعو، كانت حتى بعض الوسائل الاعلام تحدثت عليه، وثم حتى بعض وسائل الاعلام خرجت اخبار غلط، وبعد تالي وقع معناها قاموا باصلاح معناها الخبر هذايا، وقاموا هبطوا حتى اعتذار في حق رئيس النادي الرياضي الساقسي، قالوا انه معناها باش ايقاف السيد منصف خماخم بسبب شيكات دون رصيد، لكن الخبر هذايا ما عنده حتى معناها حتى سند وما عنده حتى أنا درجة من الصحة اسلام. دونك نهار اثنين تحول السيد منصف خماخم مطار الساقس طينا الدولي باش يتوجه لباريس اسلام. نعرف انه الناس كله انه السيد منصف خماخم يقوم بالفحوصات ويقوم معناها أنا يتابع في حالة الصحية نتاعو في المرض نتاعو في باريس. دونك دو تون فون تون تقريب كل جمعتين يمشي لباريس السيد منصف خماخم باش يتمنى على الصحة نتاعو وباش يقوم معناها بالفحوصات اللازمة والكشوفات اللازمة. نهار اثنين تحول كما قلت لك المطار الساقس الدولي، وقع الامو من طرف معناها القائمين على الاجهزه الامنيه في المطار انه ما ينجمش يسافر، والقرار هذا ما يشملوش هو وحده فقط لكن يشمل جميع رجال جميع رؤساء الانديه في تونس، وكذلك يشمل تقريبا كل رجال الاعمال في تونس اسلام. القرار هذا ما فماش استثناء باعتبار انه عنده ظرف صحي رئيس نادي الصفاقسي؟ لا ما ماهوش معناها القرار هذا ما يستثنى حتى حد، نعرف الناس كل انه معناها شنو طبيعه المرض نتاع سيد منصف خماخم، لكن سيد منصف خماخم كان امتثل القرار هذا ورجع للبيت نتاعو، وكان معناها كان من المفروض انه باش يقابل الطبيب نتاعو هذا مباشره في باريس، والطبيب هذا تونسي لكن مقيم في باريس، وكان معناها من المنتظر انه باش يمشي له باش يقابله سيد منصف خماخم، لكن في الاخر وقع استعمال معناها بعض التطبيقات باش يعملوا كونفيرونس ويطلع على الدوسي نتاعو الطبيب هذا بالتنسيق مع طبيب متواجد في الساقس، وهكا وقع تعويض كما قلت لك معناها البرنامج هذا اللي كان باش يتلقاه السيد منصف خماخم في فرنسا. ما فماش معناتها تاثير على حالته الصحيه ولا حاجه باش تمنعوا على السيد منصف خماخم؟ هو التحول نتاعو هو جاء السيد منصف خماخم من فرنسا يوم الاربعاء هي الثاني عيد. الثاني عيد كان رجع من باريس، وعلى اساس باش يعاود يتحول معناها يوم اثنين لفرنسا باش يكون التحول هذا جيست كونترول، معناها مش باش يتلقى حتى علاج مش يتلقى حتى شيء حتى دواء، دونك جيست كونترول، وقع استبدال الكونترول هذه معناها مباشره اللي باش يكون معناها عباره بالانترنت معناها بعض التطبيقات استعملوهم باش يشوف الطبيب نتاعو ويحكيوا على الحاله الصحيه نتاعو اسلام. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك فاضل بجناح على كل هذه التفاصيل. دونك كنا هكا حكينا على النادي الصفاقسي وجديد في الفريق. سهيل الصومعي تجيكم في الاخبار بعد شويه وبعد مكملين في فريق بلاي حتى الخمسه.